السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا من مدارس سبط الله، نتابع معكم ما في مادة العلوم للصف السابع. تكلمنا في الحصة الماضية عن الانصهار والتجمد، وأيضا تكلمنا عن التبخر والتكاثف. نكمل اليوم في عنوان آخر، الغليان. الآن ما معنى الغليان؟ أنا لما أحضر كيلو، 1 كيلو جرام من الماء، الماء الآن في أي حالة؟ في الحالة السائلة. وضعنا هذا الإناء أو هذا الوعاء على أي درجة حرارة؟ هل هو سائل؟ متى يبدأ بالسيولة؟ فوق الصفر يبدأ بوضع الحالة السائلة. قمنا برفع درجة الحرارة، يعني وضعناه أكسبنا كمية من الحرارة. الآن نلاحظ في الوعاء أن يوجد جزيئات تخرج على شكل بخار، وما زال وجود جزيئات من الماء. فهنا في هذه الحالة عند أي درجة نلاحظها؟ عند 100 درجة سلسيوس، نلاحظها عند 100 درجة سلسيوس. وبعد 100، فوق 100، يبدأ السائل يتحول كله إلى حالة غازية، أي بخار الماء. فإذا ما معنى الغليان؟ الغليان هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند أي درجة حرارة، عند درجة حرارة معينة. هلأ للماء متى يبدأ بالغليان؟ عند 100 درجة سلسيوس. بس تكلمنا في الحصة الماضية عن التبخر. هلأ في هذا الوعاء مجرد ما بدأ يتعرض لكمية من الحرارة يبدأ يتبخر. فما معنى التبخر؟ أو ما الفرق بين التبخر والغليان؟ التبخر يحدث عند أي درجة حرارة، مجرد ما السائل تعرض للحرارة يبدأ عنده بالتبخر. طيب تكلمنا أيضا في الحصة السابقة أن التبخر يحدث عند السطح للسائل. لماذا عند السطح من هاي المنطقة وليس من الأسفل؟ لأن حكينا قوة تماسك لدقائق الماء غير مقيدة من جميع الاتجاهات، فبالتالي مجرد ما تعرضت لكمية من الحرارة تبدأ بالتبخر. أما الغليان، هلا هذا المثال للماء، حتى يغلي الماء يجب أن يصل إلى درجة حرارة 100 درجة سلسيوس. طيب الغليان وين يحدث في جميع السائل؟ يحدث في جميع أنحاء السائل، مش بس السائل اللي على الوسط. بيبدأ لما يغلي كل أجزاءه هنا تتحول إلى الحالة يغلي، فيبدأ يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. لما تحول الحالة الغازية يغادر الوعاء خارج على شكل بخار الماء. الآن أثناء عملية التبخر بين الحالة السائلة والحالة الغازية يمر بمرحلة الثبات، اللي هي حكينا ثبات في درجة الحرارة. هلأ ثبات، هلأ إحنا لو وضعنا هذا الوعاء على كسبناه كم من الحرارة، نلاحظ أن تزداد الحرارة إلى أن تصل للمئة. عند 100 تثبت فترة زمنية معينة إلى أن تتحول بالآخر إلى حالة غازية. فهذه الثبات ما المقصود بها؟ هي درجة الغليان. فدرجة الغليان هي الدرجة الثابتة طبعا للماء، تثبت عند 100 التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. الآن الرسم البياني التالي يوضح أن أخذنا ماء سائل بدرجة حرارة 20، أو عند أي درجة حرارة كما ذكرنا هنا أخذنا بدرجة حرارة 20، يبدأ كسبنا كم من الحرارة؟ تبدأ الحرارة بالارتفاع شيئا فشيئا إلى أن تصل لدرجة الحرارة 100 درجة سلسيوس. تثبت هنا فترة من الزمن، ثم تبدأ فوق 100 110 120 130، وهكذا تبدأ تحول إلى صورة غاز بخار كامل. إذن هذه فترة الثبات ماذا تسمى هنا؟ تسمى درجة الغليان، وهي الدرجة الثابتة هنا للماء 100، تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. والملاحظة هنا لكل مادة، هذا كان المثال هنا للماء، لكن لكل مادة درجة غليان خاصة بها تختلف عن باقي السوائل الأخرى. حتى تثبت أعزائي الطلبة فكرة درجة الغليان وهي فترة الثبات، في عنا سؤال التقويم والتأمل صفحة 82، في هنا بعض درجات الحرارة مقسمة 25 45، وهكذا مع الزمن. السؤال بيطلب منا نمثلها بياني، أنا حاولت أمثلكها هون بيانيا حتى تكون عنا واضحة. قسمنا 25، كل مربع قسمت 25 45 65 85 105 125، لأنه أكثر حرارة أعطانا إياها 125، والزمن قسمته 2 4 6 8 10، وهكذا. حاولت لما أرسم لكم بياني كل نقاطها الجمع فوصلتهم مع بعض بخط. لاحظ الآن أن الحرارة كانت تزداد 45 25 45 65، وهكذا إلى أن ثبتت فترة من الزمن عند 125. فهي ثبتت درجة الثبات ماذا تسمى؟ هي درجة
الغليان. فالسؤال بيحكي لي مثلنا هون في الألف مثلناه بيانيا، عين على الرسم درجة الغليان، برأيكم ما هي درجة الغليان؟ فبنجدها تكون 125 درجة سلسيوس. ما الحالة الفيزيائية؟ هذا السؤال هنا مهم، ما الحالة الفيزيائية لهذا السائل عند درجات الحرارة عند 60؟ ننظر للشكل، هي 65 أقل شوي، هون عند 65 تقريبا. روحوا في هذه الحالة ماذا كان هنا حالة المادة؟ كانت في حالة السائلة، لكن لما وصلت هون كانت سائلة وغازية اللي حكينا قبل قليل عنها في الوعاء، وفوق ال 125 راح نلاحظ أنها في حالة الغازية اللي هي صورة بخار. فالسؤال بيحكينا عند 60 ماذا نجدها؟ إذا نجدها عند 60 سائلة. أما عند 130 اللي فوق ال 125 يعني بعد ما ثبت فترة من الزمن زادت الحرارة، أنا كملت لكم الرسمة هكذا، فعند 130 ما نجدها؟ نجدها في الحالة الغازية، في الحالة الغازية هنا للمادة. والله يعطيكم العافية.